بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، دائما وابدا معكم عبر سي بي سي 2 والملعب. النهارده الملعب بيحتفل بذكرى عظيمه، بذكرى مهمه جدا، وده موضوع الرئيسي لما اقعد اتكلم مع حضراتكم. عشان كده تعمدت اخدها اول عنوان عندنا النهارده، العظماء قلائل في كل المجالات، وعندنا عظماء كثيرون او كثيرين في البلد دي. يمكن انا هاخد من قصة العظيمة سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة وهبني على كلامي، عشان كده كان عنواني الرئيسي النهاردة الجوين العظيم، الكابتن ابراهيم الجوين العظيم. الشمال نصر ابراهيم رقم 10، فاروق جعفر رقم 4، طارق يحيى رقم 19، بدلاء نادي الزمالك طارق عبد العليم رقم 1. ده صوت معلقنا الكبير كابتن ابراهيم الجويني. النهارده الكابتن ابراهيم الجويني بيحتفل بعيد ميلاده رقم 88. يعني ايه؟ ده كلام كتير هنتكلم فيه لما نقعد باذن الله عز وجل. عنواني الثاني النهارده منتخبنا الوطني الجزائري، منتخبنا الوطني الجزائري، بقوله باعلى صوتي منتخبنا الوطني الجزائري بيبدا مشواره في نهائيات الامم الافريقيه. كل التمنيات، كل التمنيات للمنتخب الجزائري بالتوفيق باذن الله عز وجل. وامبارح تونس تعادلت مع الراس الاخضر 1-1 بصعوبه شديده جدا، لكن الحمد لله ما خسروش، كانوا كسبانين 1، لكنه المهم كانت في نقطه والمجموعه متساويه كلها، كل فريق خد نقطه بنفس النتيجه. النهارده ضيفنا العزيز هقول لكم هنتكلم في الموضوع ده. العنوان الثالث الحقيقه انه امبارح صارت شائعات كثيره جدا انه وزارة الداخلية طلبت تأجيل كل النشاط الرياضي من يوم 20 الى 29، ومشت زي النار في الهشيم. لكنه النهاردة وببيان رسمي من وزارة الشباب والرياضة الوزير النشيط جدا خالد عبد العزيز قال لك مفيش كلام فارغ من ده، هو اتصل بوزير الداخلية قال له مفيش كلام فارغ من ده، مصر مستقرة امنة هداء، العبوا الكورة واتبسطوا واستمتعوا. اذا الاهلي هيلعب مع طلائع الجيش، هيلعب مع بتروجيت ومع طلائع الجيش، وهيلعب مع الزمالك، والدنيا ماشيه زي الفل الحمد لله. عنواني الاخير ضيفنا النهارده، ضيف النهارده هو اعلامي متميز، اعلامي مجد ومجتهد وجميل وصديق، طارق رضوان النهارده هيكون موجود معانا. ولما بتكلم على الكره الافريقيه بتكلم على حد محترم جدا عنده برنامج، بس احنا لا كرامه للنبي في وطنه. طارق رضوان مكسر الدنيا بره خاصة في شمال افريقيا، الناس بتستمع ليه وبتستمتع بيه، بس احنا في مصر حياة دائما وابدا بنحارب الكفاءات والنجاحات للأسف الشديد. زميلي العزيز وصديقي العزيز طارق رضوان اعلامي متميز جدا هيكون معنا، هيحكي لكم عن كأس الامم الافريقية. ان شاء الله الحوار هيكون مهم جدا. انا هروح للنشرة بصوت زميل تامر جابر، لكن بعدها عندي مقدمة في غاية الاهمية يعني بتمس وجدان الناس كلها، ارجو ان انا اكون موفق في شرحها. انا بطرح النهاردة مش مبادرة، بطرح فكر ارجو انه زملائنا يساعدوني فيه، لانه موضوع مهم جدا اتمنى ان احنا نوفق فيه. بعد النشرة بصوت تامر جابر ارجع للتفاصيل. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة بتروجيت المقرر لها الثلاثاء في الدوري العام. النيجيري بيتر يعبر عن سعادته بعد المشاركة في أول مران له مع الأهلي. عمرو جمال مهاجم الأهلي يؤدي برنامجا علاجيا بالقاهرة لمدة شهر، يعود بعده لإسبانيا لاستكمال التأهيل. علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة بالأهلي يؤكد أن ناديه سينهي مستحقات لاعبيه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
الأهلي يسافر للجزائر في 19 من فبراير لمواجهة وفاق سطيفة في السوبر الإفريقي المقرر له 21 الشهر نفسه. إدارة الأهلي تؤكد أن مؤمن زكريا لاعب الفريق سيتحمل الغرامة التي وقعها اتحاد الكرة على اللاعب وقيمتها 200,000 جنيه. اتجاه في الزمالك لعدم تصعيد أزمة خالد قمر ومعروف يوسف ثنائي الفريق بعد إيقافهما شهرا. الزمالك يخوض مباراة ودية السبت استعدادا لمواجهة الأهلي يوم 29 من يناير بالدوري. الزمالك يتوصل لاتفاق جديد مع ماريتيمو البرتغالي حول صفقة إبراهيم. عمر جابر يقترب من تجديد عقده مع الزمالك. اتحاد الكرة يؤكد إقامة القمة في موعدها في 29 من يناير وينقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش لاستاد الدفاع الجوي. جون أنتوي مهاجم الإسماعيلي وهداف الدوري يغادر المستشفى بعد إصابته بحالة تسمم. المصري يطالب اتحاد الكرة بإقامة مباريات الناشئين أمام الأهلي باستاد عجرود بالسويس. المقاولون العرب يواجه الأسيوطي وديا الخميس استعدادا للدوري. الاتحاد السكندري يرفض بيع لاعبه إبراهيم الشايب للجونة خلال انتقالات يناير الجاري. المقاصة يدخل معسكر مغلق في الفيوم حتى الخميس استعدادا لمباراة دجلة في الدوري. حمادة صدقي يشيد بانضمام محمد فاروق لوادي دجلة وينتظر التعاقد مع أحمد رؤوف. إسلام عوض لاعب طلائع الجيش يعود لتدريبات فريقه بعد أسبوعين للإصابة في العضلة الخلفية. وزير الرياضة يسلم الجوائز للفائزين ببطولة سباق مصر الدولي للدراجات بالغردقة. منتخب مصر يؤدي مرانا خفيفا اليوم عقب الخسارة من فرنسا استعدادا لمواجهة التشيك في كأس العالم بالدوحة. الجزائر تخسر من أيسلندا 24-32 وألمانيا تتخطى الدب الروسي بفارق هدف بمونديال اليد. ماديرا البرتغالي الذي يضم الثنائي المصري علي غزال وصالح جمعة يهزم فيريرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري البرتغالي. المصري أحمد حسن كوكا يسجل هدفا في خسارة فريقه ريو أف من لشبونة بهدفين مقابل 4 في الدوري البرتغالي. الكاف يرفض أي شكاوى ضد غينيا الاستوائية بسبب سوء التنظيم باعتبار أنها أنقذت البطولة ووافقت على تنظيمها بعد اعتذار المغرب. الحكومة الغينية تخفض ساعات العمل للموظفين لمتابعة كأس أمم إفريقيا. الجزائر تستهل منافساتها بأمم إفريقيا بعد قليل أمام جنوب إفريقيا. غانا والسنغال يقصان شريط مجموعة الموت حاليا في أمم إفريقيا. زامبيا تتعادل مع الكونغو بهدف لمثله وكاب فيردي تحقق مفاجأة وتتعادل مع تونس في أمم إفريقيا. هاتريك ميسي يقود برشلونة لسحق ديبورتيفو برباعية نظيفة في الدوري الإسباني. أرسنال يفوز على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي. يوفنتوس يحقق فوزا كاسحا على ضيفه فيرونا برباعية نظيفة على ملعب يوفنتوس أرينا ضمن منافسات الجولة 19 من الكالتشيو. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. اخد اخبار سريعة جدا بالاضافة للاخبار اللي قالها زميلنا تامر انه خلاص مفاوضات فييرا مع الزمالك بقت بالفشل والموضوع انتهى. وتوقعي انا الشخصي ان المباراة يبقى عليها حوالي 9 ايام وبالتالي الجهاز الفني الحالي سيدير هذا اللقاء. ده توقعي استنتاجي. وقد يكون هناك مدير فني جديد بعد مباراة الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي وقد لا يكون. يعني ممكن الكابتن محمد صلاح والكابتن اسماعيل مع الجهاز المعاون للكابتن صلاح الكابتن علاء افغاني والكابتن ايمن طاري يقدم بشكل جيد وبالتالي يستمر. هل ميدو ممكن يلحق؟ ما تصورش يعني برضو ده كل ده اعتقادي. ما تصورش. في كل الاحوال نادي الزمالك عنده من الرجال ما يكفي وعنده من الكفاءات ما يكفي ولا خوف عليه انه عنده ناس كتيرة كويسة. محمد صلاح مدير فني كويس، اسماعيل يوسف مدير فني كويس، ميدو مدير فني كويس. مش عايز اخش في تفاصيل دلوقتي، لا داعي للخوض فيها. ده خبر مهم. جون انطويل حقيقة انا مستغربه جدا وقت ما الناس تتكلم عليه وبتقول انه 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 للأسف الشديد كل مرة متهور. يمكن معانا اللقطة. ما بفهمش بيعمل كده ليه. يعني فاكرين في مباراة قاعد يضرب ويتجنن ويعمل وبعدين وبتبقى الحاجات يعني ما فيش حاجة. يعني
كانت حرس الحدود. المره دي طلع الجيش الظاهر عنده مشاكل مع توقعات المسلحه ولا حاجه ف معرفش يعني ولا هو برافو الحكم الحقيقه تعالى هنا ضرب من غير كوره العقوبه هي كارت احمر فيهاش فصال ما فيهاش نقاش معرفش بيعترض على ايه عمرو السوليه ده كابتن التيم يعني الحقيقه ولا محتاجه جون يعني خلاص فاول اوت كورنر بنالتي جون اي حاجه الراجل ماشي اهو بص حضراتكم بعدين من غير كوره راح مديله واحده ولا فرقه تراجل حديث الناس كلها ومعرفش عمرو السوليه وبعدين جه احمد سمير فرج وبعدين خلاص ما عمرو السوليه لو ما عملش ده كان خلاص بص حضراتكم ادي خناق قال له الزربونه طلعت ولا ليه حق ولا يروح له سيبه يضرب الحكم عشان يتشطب اهو بصوا بقت خناقه بقت حدوده والمدرب عمال يقول له اوت سايد وده الحكم عمال يقول اوت سايد وبص بقى واحد اتنين تلات اربعة من الاسماعيل وبعدين جه ناس من طلائع الجيش ما تسيبه هو هيقدر يعمل ايه هيضرب الحكم مش هيقدر يضرب الحكم سيبه انت ضربت من غير كرة العقوبة يا كارت احمر صح اللي عمله الحكم هو الصحيح. مستغرب جدا لا احنا اللي مستغربين لا احنا اللي مستغربين لو عندكم اللقطة القديمة بتاعت حرس الحدود هاتوها لانه واضح انه عنده يعني شوية كهرباء زيادة فلازم تتظبط معاه يعني الحقيقه لا لازم تتظبط معاه ده حاجه غريبه جدا وعجيبه جدا وحسنا فعلت لجنه المسابقات الاهلي قال انه مش هيتحمل غرامه مؤمن زكريا هو اللي هيتحملها خلاص والنادي الاهلي بيقول الكلام ده فعلا بيعمله الكاف قال للعيبه مفيش اسمها شعارات دينيه ولا سياسيه احنا هنا في بطوله كره قدم محذرا يعني والرساله واضحه للجميع جريده زعلان في اكتر من لعيب وزنه زياده فمستغرب له هقرا لكم بس التصريح ده ده مهم قوي انه رئيس نادي سبورتنج لشبونه برونو دي كارفايو قال انه كان عنده اجتماع الجمعيه العموميه بيحاسبوه ايه يا عم ازمه شيكابالا اللي بقاله يعني اربع شهور ما ظهرش قال كده شيكابالا في اجازه ممتده من كره القدم ربما تمتد الى الابد من يرغب في شراء شيء كهذا عليه دفع الثمن حاجه عجيبه جدا يعني وصلنا ان بيتقال علينا شيء كهذا وبرضه شيكابالا اللي عمل كده في نفسه الحياه وده امر عجيب وغريب هنا بيتدلعوا تدلع على كيفك تدلع يا ولا وجمهور الزمالك يغني لك وجمهور الاهلي يغني اللعيب وجمهور الاسماعيلي يغني وبطلت الحاجات دي زمان بدون ذكر اسماء عشان ما حدش بس ان انا بتجنى احد اللاعبين في نادي الزمالك هرب وسافر وراح مش عارف امريكا وقالوا لنا مش عارف نادي ايه وبتاع ايه وقصه وليله والجرايد وبعدين ايه مفاوضات وكلام وحدوته والبلد كلها واقفه على رجل هنجيبه لا هنرجعه لا هنقعده لا هنمشيه لا 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 وبعدين جابوه قبل مباراه مهمه جدا للمنتخب والجرايد احتفلت بيه في الصفحه الاولى وصفحات الرياضه نزل خسرنا المباراه بطلت الحاجات دي في مجلس اداره محترم في جماهير محترمه الناس بقى عندها وعي اكتر بكتير من الاول انه المزارات هتمشي على بوابه النادي من غير شيكابالا ما تمشيش من غير مش عارف وليد مش عارف لا 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 بطل الحاجات دي الناس بقت تفهم فبقى عندها وعي يعني فمين اللي دفع الثمن هل جماهير الزمالك حاسه فرقتها ماشيه زي الفل ومتصدره الدوري و100 فل و14 وبمدرب مصري وتمام التمام ومفيش اسم خلاص الموضوع انتهى فهو بيلعب النادي بيلعب وبيكسب ومتصدر الدوري هل الاهلي مثلا باعتزال الكبار النجوم والعظام تأثر ابدا على الاطلاق ولا حاجه ولا حاجه عندنا نجومنا الكبار هناك امبارح كوكا مسجل هدف في بنفيكا هتو وزي الفل حاجه جميله حاجه وزميله احمد فتحي بعت له بيهنيه بيقول له مبروك وبالتوفيق خسروا 4-2 من بنفيكا لكنه ان يسجل يبقى مسجل له 8-9 اهداف دلوقتي كان بيلعب سبورتنج يعني ال الدنيا محترمه الدنيا جميله ولادنا كويسين كانوا بيلعبوا بنفيكا امبارح فاتصور حاجه محترمه ولادنا حاجه محترمه في كوكا ماشي كويس في علي غزال ماشي كويس في صالح جمعه ماشي كويس لكن نماذج شيكابالا ونماذج محمد ابراهيم مع حبي الشديد جدا ليهم الاثنين والله جدا بموت فيهم الاثنين لكن ككوره ما اقدرش غير ان انا اقول لا دي نماذج سلبيه دي نماذج مؤذيه اذت نفسها اولا واذت الكوره المصريه واذت اللاعب المصري فده امر عجيب جدا وغريب جدا يعني يقول رئيس النادي يقول لك شيء كهذا نوصل بعد ما الراجل دفع له مبلغ عشان ينضم للنادي انه نوصل انه بقى شيء كهذا قال لك ادفع الثمن وهناك على فكره مش بالقيد انك هو معاه عقد هو ما يهموش انه ما عندهم النظام عندنا غير طبعا مرتبط بعقد تروح تشتري عقده محدش هيقدر يدفع 600,000 يورو 600,000 يورو حضرتك فوق 6 مليون جنيه مين اللي هيدفع 6 مليون جنيه؟
شوفوا قد ايه بقى لعيب بموهبه شيكابالا اندفنت الموهبه دي. عصام وجان مش هيلعب مباراه غانا النهارده لانه جات له ملاريا، ربنا يشفيه ان شاء الله عز وجل. قدامنا قد ايه وقت قبل الفاصل يا جماعه لانه مهم الكلام اللي انا هقوله. طيب حلو قوي. وانا النهارده بجهز مع فريق الاعداد الحلقه وعناوينها، ف لقينا تاريخ ميلاد الكابتن ابراهيم الجويني او عيد ميلاده 88. كابتن ابراهيم الجويني كان في الاولمبياد سنه 60، وكان بيرقص بعثه او سكرتير بعثه، لانه كابتن الجويني مش كره قدم بس، كابتن الجويني ده حاجه رياضيه مصريه للعالم كله مش لمصر بس. ف قعدت احسبها، طيب احنا كبلد عملنا ايه للكابتن ابراهيم الجويني؟ ايه اللي قدمناه لعلامه كبيره زي الراجل ده؟ نجاحاته في اتحاد الكوره، نجاحاته في النادي الاولمبي، نجاحاته في التعليق الرياضي، نجاحاته في كل مكان وكل مجال كان فيه الراجل الحقيقه. عملنا له ايه؟ ايه الدور اللي قمنا بيه تجاه عالم زي الكابتن ابراهيم الجويني؟ هتشوفه على مدى 90 دقيقه، ربنا يديله الصحه يا رب وطولة العمر. الفريقين حتى قارن باللي بيحصل ما بين الكابتن ابراهيم الجويني مع الكابتن ابراهيم الجويني وفنانتنا العظيمه الراحله فاتن حمامه، اللي ما تفتح برنامج دلوقتي الا بيقول لك على فاتن حمامه دي اعظم الكلام واعظم الشعر. هل فاتن حمامه العظيمه الجميله الفراشه الورده الاحساس كل حاجه بتسمعها دلوقتي، ويجيبوا لك حاجات ويجيبوا لك حديث لهب الفرنساوي ويجيبوا لك كلام لهب مش عارف ايه، هل فاتن حمامه دي دلوقتي شايفه او سامعه؟ لا، ماتت، مش موجوده، الملاك ده مش موجود ما بيننا. كان ليا حظ كبير ان انا قابلتها مره، يمكن نزلت الصوره مع وفاتها. القمر ده اللي انتوا شايفينه ده ما بقاش موجود، الطهارة دي ما بقتش موجودة، النجومية دي ما بقتش موجودة، النضج ده ما بقاش موجود، الوفاء ده ما بقاش موجود، كل يعني فاتن حمامة مش موجودة، ماتت الله يرحمها ويحسن اليها. طيب هل احنا هنفضل مستنيين عظمائنا وكبرنا ان احنا نكرمهم دائما وابدا بعد وفاتهم؟ دي فاتن حمامة في يوم سعيد. انا بس بربط، ربنا يا رب يدي الكابتن الجويني الصحه يا رب، يبقى 188 سنه يا رب، يفضل عايش ما بيننا ومنورنا. بس ليه ما خلدناش فاتن حمامه في حياتها؟ يعني ليه البرامج العظيمه دي هي وهي قاعده كده بتتفرج على برنامج فني ولا برنامج توكشو ولا ما شافتش الكلام ده وهي موجوده في حياتها ليه؟ شوفوا لما بتيجي ذكرى ام كلثوم ولا عبد الحليم ولا نجيب محفوظ العظماء دول بنحتفل بيهم ازاي؟ ليه 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 ما خلدناهمش في حياتهم؟ ليه؟ زي اوروبا كده يعني، سيبكم من الجنازه والبهدله اللي حصلت فيها، وسيبكم من حسن اللي قاعد على النعش بتاعها كانها امه ولا خالته، والتاني احمد اللي موجودين في ماتشات الكوره وموجودين في الجنازات وموجودين في كل، للاسف الشديد، وكانوا موجودين يعني، خلص الجنازه طلع على مسابقه اكبر طبق كشري في العالم لانه كمان هيتصور في التلفزيون، فلا بيفرقوا لا بين الموت ولا بين الاحتفال ولا بين اي حاجه، والمخرجين يجيبوهم وفي صلاه الجمعه يعمل لك الزوم على وشهم، وفي ماتشات الكوره لازم يطلع من وشهم ويقول له خلاص جيت تمام، زي ما عملت لكم سابقه الصوره دي، الراجل اللي ورا مؤمن زكريا مين، وما كنتش بتريق كنت بتكلم جد. ده قريبه وده صاحبه وده اخوه، مش قضيتي دلوقتي. انا قضيتي لو تفتكروا احنا عملنا فيلم للراحل الكابتن الجوهري، بعدين عملنا فيلم للعظيم الكابتن الخطيب. عظيم الخطيب ده، عظيم عظيم، وانا تبنيت احتفال للعظيم حسام حسن. عظيم تقول لي صغير وماله؟ صغير بس عنده تاريخ، وانت هتعاقبه عشان صغير بس عمل تاريخ؟ او احمد حسن صغير وعمل تاريخ وانا مالي؟
وبنعمل فيلم للعظيم حلم زامورة. عظيم ماليش دعوة النادي يشيل اسمه، دي حاجة بتاعت النادي، هو حر، بس انا بتكلم على وجداننا. واخيرا سجلنا مع بنته، ربنا بارك لها، وقالت لنا حاجات جميلة وجابت لنا حاجات رائعة يعني. وبنعمل فيلم عن العظيم حسن شحاتة. عظيم، ايوة حسن شحاتة اللعيب عظيم، حسن شحاتة المدرب عظيم. اختلف معاه، اقتنع بيه ما تقتنعش بيه مش مهم، لكنه العظماء كتير جدا 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 في مصر، كتير جدا في المجالات، في كل المجالات، في العلم، في الادب، في السياسة، في الصحافة، في الرياضة، في الكورة، في عظماء كتير جدا. هل حد فينا فكر يعمل التكريم ده؟ التكريم اللي فيه بقى ده اللي كنت بقول انا هقدم فكرة، ولازم الناس كلها تحاول انها تساعدنا. زمان زميلنا العزيز خالد الغندور عمل فكرة المصالحة بين الاعلام الرياضي، وكان يقول لك انا اقول لهم لا، ده كان خالد الغندور. قعدنا فيها يجي سنة، كانت سنة جميلة جدا، لا بنهاجم ولا بننتقد ولا بنشتم ولا بنسب وبنطبطب على بعض، والدنيا كانت ماشية بشكل كويس. بعدين فجأة رجعنا اسوأ من الاول، ليه مش عارف. وقيس على كده، شفنا شد وجذب ومشاحنات ما بين زملاء اعزاء كلهم في الوسط الاعلامي، في اللي ماشي في سكته وما بيردش سواء رياضة او اعلام، وفي اللي بيقعد النهاردة ده متربص لده وده متربص لده وده بيتخانق على ده وده بيعمل لده، شغلانة صعبة جدا يعني. قلت النهاردة اطرح فكرة مش مصالحة خالص ولا مبادرة، بس فكرة الاحترام. فكرة الاحترام، ازاي على الاقل نحترم بعض، ننقد بعض، ونتكلم على اخطاء، ده طبيعي. اما ما مش هنشتغل، ما مش هنقول الدنيا كلها وردي، هنقول الاهلي وحش والزمالك وحش والمجلس هنا عنده اخطاء والمجلس هنا عنده اخطاء واللاعب ده والمدرب ده واللي ده كل ده هنقوله، والمسؤول ده في اللجنة الاولمبية والمسؤول ده مش عارف في اتحاد ايه والمسؤول، كل ده لازم نقوله. بس قلت اطرح فكرة مش مصالحة ولا تسامح، بس فكرة لغة الحوار، انه الاحترام بس. وخدت دي الحقيقة من فاتن حمامة اللي بتدينا دروس وهي عايشة وهي ميتة، انه احنا قعدنا ندور على حديث لفاتن حمامة مثلا لا سمح الله قالت ده ابن كذا، بصوا الجمال، بصوا المتعة والحلاوة، ده كان عندها ضمير قبل فاتن والاستاذة فاتن وكل حاجة عظيمة في الدنيا فاتن حمامة، كل حاجة عظيمة في الدنيا. قعدنا كل الناس قعدت تدور على حاجة غلط لفاتن حمامة، ملقناش. ملقناش بمعنى ملقناش، حتى لما كانت تلبس يعني ايه الكت كده الخفيف، لا في خلاعة ولا في ميوعة ولا في مش عارف نفخ ايه ولا حاجة من دي خالص يعني. ايه العظمة دي؟ طب ما احنا عندنا درس واحدة بتدهن حية وميتة فاتن حمامة. طب ما انا عندي الراجل اللي اسمه ابراهيم الجويني ده اللي عنده 88 سنة، رب امد الله في عمره يا رب، يفضل منورنا كده يا رب، يا رب يديله الصحة وطولة العمر. لو حضرتك بصيت، بس هو اصله في الاولمبي، مش ابراهيم الجويني بتاع الاهلي ولا الزمالك. ايه اللي عملناه عشان الكابتن ابراهيم الجويني ده يفضل كل يوم كل نهار يطلع عليه يحس انه مكرم من قبل بلده؟ نقابة المعنى الرياضية في اسكندرية، كتر الف خيرك. احنا بقى يعني احنا مثلا عملنا هاشتاج مثلا بنقول لابراهيم الجويني كل سنة وانت طيب، ونعرف الناس من هو ابراهيم الجويني. وانا قلت الفريق الاعداد دلوقتي جهزوا كل الهيستوري، كل التاريخ بتاع الكابتن ابراهيم الجويني، 88 سنة من العطاء المتصل والمتواصل في الرياضة المصرية. ابراهيم الجويني هسكت، يلا سكت. بدر رجب طويلة، لعبها جنب مصر، الدور الاول للنادي الاهلي بعد مضي حوالي 3 دقايق. وبهات جول للزمالك عشان تشوف نبرة صوت المعلق اتغيرت ولا لا، هو ولا لا، لا تعرف اهلاوي ولا زملكاوي.
ولحد النهارده بعد العمر ده كله انا ما اعرفش الكابتن ابراهيم الجوني اهلاوي ولا زملكاوي، ما يهمنيش. بس انا اللي يهمني هو الرموز، هو العظماء. ومن العظماء نبدا ناخد الدروس بقى، نبدا ننزل. طب مطلوب انت بتتكلم كل ده ليه؟ نشوف جون الزمالك في الاهلي. جاب الجول الاول. وجول بيجي الزمالك بيجيب جول التعادل بعد مضي دقيقة. هو ابراهيم الجويني اللي جاب جون اللي علق على جول الاهلي باشباله وجون الزمالك بكباره، ده فاروق جعفر. برضه ده ما يهمنيش انه صوته عالي مع الزمالك شويه، قل مع الاهلي شويه، لكن انا بتكلم على التاريخ. والنهارده بتوقف عند ابراهيم الجويني. بس انا وانا قاعد معاكم ممكن اقول لكم 100 اسم رياضي و1000 اسم سياسي و1000 عالم في مصر و1000 اديب و1000 مذيع في مصر عملوا حاجات كتيره جدا. احنا شغالين في دوامه صعبه جدا، وبعدين نيجي نفوق على وفاه فاتن حمامه، ماتت فاتن حمامه، فنعمل افلام ولقاءات ولقطات الحقيقه يعني كل التلفزيونات وكل البرامج بلا ادنى يعني شك احتفلت احتفال عظيم جدا بالراحله فاتن حمامه. هي اول امبارح كانت موجوده، يعني اول امبارح كانت موجوده، كانت عايشه. يعني الكلام ده لو من 3 ايام وتعمل فيلم تسجيلي يا سلام عن فاتن حمامه، ونشوف اللقطات دي كلها عشان اعرف الاولاد والبنات والممثلات اللي احنا بنقول لهم ابو زي فاتن حمامه هي عامله ازاي. تيجي هند صبري تتكلم كلمتين روعه، والهام شاهين روعه، ويسرى روعه، وليلى علوي روعه، ورجاء الجداوي كله جميل بيتكلم على فاتن حمامه جميل. بس هي ما سمعتش لانها ماتت. انا عايز اسمع ده للموجودين، عايز كل واحد موجود او كل واحده موجوده، عايز مديحة يسر دي تسمع الكلام ده، مش كده؟ برضو عايز حسن شحاته يسمع الكلام ده، يسمع زملاء المدربين بيقولوا عليه ايه، يسمع الجمهور بيقول عليه ايه، يسمع اللعيبه بيقولوا عليه ايه، يسمع زملاته بيقولوا عليه ايه، يسمع الشارع. يتيه فخرا وزهوا وفرحا ياخد ابنه اللي هو زميلنا كريم وابنه اسلام واحفاده وزوجته يقول لهم انا اهو، انا اهو. انا الكابتن حازم كرم لما ربنا يبارك له خالد توحيد عمل احتفال الاهرام الرياضي بمرور مش عارف كام سنه على تاهل مصر كاس العالم 25 سنه باين، كابتن حازم كرم قال كلمه ابكتنا كلنا، قال لك دلوقتي اقدر اقول لاولادي ولاحفادي انا اهو، عشان بياخد درع في وسط مجموعه. وحازم كرم ده مثلا صنع حراس اشرف ان انا منهم، ثابت البطل واكرامي وغيرهم، ده لو وقف التاريخ على الثلاثه دول يا سلام يا سلام على عظمه. مثلا عصام عبد المنعم، نجيب المستكاوي، حسن المستكاوي، عباس لبيب، قول 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 قول، احكي 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 زي ما انت. عبد الرحمن فهمي، احنا ليه هنستنى يبقى سطر؟ انا مثلا هتكلم عن نفسي، مثلا انا احب الناس تتكلم كويس، من حقي انه لو عملت حاجه كويسه يا اخي قول، انقدني زي ما انت عايز، انا بس مش عايز اقول على حد يعني بعد ما يرحل، فمش عايز اقول فباخد مثال بي انا. يعني هتستنى لما ابقى سطر في صفحه الوفيات وتقول والله ده الراجل ده وكان في الاعلام ليه مستني ان انا ابقى سطر في صفحه الوفيات؟ انقدني زي ما انت عايز. انا اسف، انا بضرب مثال بنفسي عشان ما افولش على حد بس. وكلنا رايحين، محدش عارف النفس داخل مش عارفين خارج ولا لا. انا الكلام ده بقوله للشباب، انه في فجوه، في جاب في جنوب افريقيا، كان ماسك النظام العنصري هناك كان ايان سميث، واخر رئيس ابيض كان فريدريك دي كليرك. مانديلا كان في السجن 27 سنه في السجن، في اكتر من ده حاجز وغل والم وحزن وحقد. 27 سنه انت حابسني، نظامك حابسني في السجن. هو طلع كان قدامه حل من الاثنين، يا اما عادل ينتقم
او عادل يا ابني. دي جنوب افريقيا بيحتفلوا بعيد الحرية. كان قدامه حل من الاثنين، يا تبقى بلده حرة يا تبقى بلده زي زيمبابوي دلوقتي. مع كل احترامي انا متأسف جدا، ده الرئيس زوما. يا اما البلد تبقى كده زي ما انتم شايفينها كده، يا اما نفضل ننتقم من ده وننتقم. هتلاقي الابيض والاسود وتلاقي كل الناس موجودة وبيرقصوا وبيتنططوا. وخلي بالك انا بكلمك وما زال في جرائم. سنزو مياو حارس المرمى اتقتل مثلا، وموجود جرائم ومش هتنتهي الجريمة على فكرة، هتفضل موجودة. لكنه انت عايز تبني ولا عايز تهد؟ تبني يبقى بتشد خط خلاص، في فترة ما تقعدش كل شوية باصص وراك مش عارف اقدم لك الحلقة وانا مدي لك ظهري. لازم ابص وواجه وسامح واتصالح واعفو، لازم 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 تبصوا من عدة دروس. درس جنوب افريقيا، مانديلا 27 سنة في السجن منهم 15 سنة حبس انفرادي. عزيمته كما هي، بس ايمانه ببلده بالحرية وانه بلده تتبني قال لا، عمل بطولة العالم للرجبي والفريق كله كان ابيض، قال لك بس ابقى اتحط على الخريطة تفرقش معاه. ده مانديلا وده دي كليرك، تسليم خلاص انتهينا، حقبة انتهت، عصر انتهى، زمن انتهى. احنا ليه شغالين خناق؟ احنا ليه شغالين تشفي؟ احنا ليه شغالين تصفيه حسابات؟ احنا مش عارفين نتخاطب ليه مع الاولاد مع الشباب؟ احنا ليه شغالين مع بعض واخدين الفيسبوك وتويتر كله شتيمة؟ ليه مش واخدينه القيمة مضافة؟ هل ينفع؟ جدا جدا. هل هم احسن مننا في جنوب افريقيا؟ والله العظيم لا، ابدا مش احسن مننا في جنوب افريقيا. بس هم حطوا خريطة. احنا ليه رئيس الجمهورية مثلا ما يقول لك بالعمل ها 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 نشتغل ايه 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 طب هتعمل ايه؟ ما انت عندك خلاص بقى امر واقع، عندك عشوائيات وعندك مشاكل تعليم وعندك مشاكل صحة وعندك مشاكل طرق، كل ده موجود اكيد. بص كده النهاردة يمينك شوف اليمن بيحصل فيها ايه. ناس محاصرة قصر الرئاسة، الرئيس بيعمل اجتماعاته في منزله مش قادر يتحرك ومعاه شوية جيش بيحموه واللي على مزاجنا هتعمله. بص في سوريا الدنيا ماشية ازاي، بص في ليبيا الدنيا ماشية ازاي، ما بقاش في دولة. هي الحرية ان احنا هنفضل نتخانق وصوت. اوعى تفكر ان اللي بيقولك ده الصح، ابدا. القانون يفرق جدا جدا، وانت اكتر واحد طبع عليه. ما تبقاش ازمة البلد انه قانون التظاهر ولا الثمان سنين في الرياضة، مش كده مش كده. بص البلد ده مصر فيها البدع، ده مصر فيها النيل والهرم والبحر والمية والسماء والرمل، فيها كل حاجة. مصر مؤهلة تبقى الدولة السياحية رقم واحد في العالم، ده بسمعه من زمان. انت ما بتزعلش لما بتشوف فيلم من الافلام القديمة وتشوف البلد بتاعتك عاملة ازاي، الشوارع عاملة ازاي، العربيات عاملة ازاي، البيوت عاملة ازاي، الدهانات عاملة ازاي، ما بتزعلش؟ ما بتزعلش لما تيجي تصلح حتة تظبطها كده وبعدين التانيين لك احنا طيب على ما يجي التانية تكون دي باظت؟ ما بتزعلوش؟ ارجع تاني اقول انه اللي فجر لي ده فاتن حمامة، الراحلة فاتن حمامة، فاتن حمامة. طيب نبدأ، انت ايه اللي علاقة ده بده؟ الاحترام، علاقة ده بده الاحترام، ان احنا نحترم بس بعض، ان احنا نحترم نختلف معاه، لكن ما نتريقش عليه، ما نكتبش نشتم ونقل ادبنا ونتطاول على ناس عظام. حد فيكم بقول لكم عمل فكر يعمل هاشتاج نقول له كل سنة وانت طيب كابتن ابراهيم الجويني؟ هل الجرايد النهاردة طلعت بمن هو ابراهيم الجويني؟ هل كان النهارده ابراهيم الجويني هو الصورة في الصفحة الأولى، في الصفحة الأولى للجرائد المصرية أو المجلات أو المواقع؟ حضرتك فر في المواقع الرياضية، شوف اسم ابراهيم الجويني جه ازاي، شوف كم واحد اداله تهنئة النهارده.
هل انا عرفت الولاد الصغيرين انه ده قيمة عظيمة جدا؟ لا. بس انا بعرف الناس دلوقتي انه فات الحمامة دي كانت احسن وكانت اروع وكانت اجمل وكانت الملاك الطاهر وكانت سيدة القصر. هل حد فيكو ارى اللي كتبته سناء البيسي النهاردة في الاهرام؟ يا خبر ابيض على جمالك يا سناء يا بيسي وانت بتكتبي على فات الحمامة. الصورة لو تعرفوا تجيبوها هاتوها. يا خبر ابيض على جمالك يا سناء يا بيسي وانت كاتب على فات الحمامة. تخليك تفضل تعيط حتى لو فات الحمامة دي ميتة عندها 190 سنة. محمود سعد قال كلمة حلوة قوي امبارح. قال لك 84 سنة بس كانت مونسانة. الكبار دول بيونسونا. بنتونس بيهم صحيح. بنتونس بيهم قوي. ففرقهم بيبقى صعب جدا. طب ما احنا عندنا فرصة انا في الرياضة اتكلم على رموز رياضة. وعرف الناس تعالى يا ابني. اعرف عمك الخطيب ده عمل ايه. واعرف عمك حسن شحاتة ده عمل ايه. واعرف عمك زكي عثمان ده عمل ايه. واعرف عمك حسن حلمي ده عمل ايه. واعرف عمك صالح سليم ده عمل ايه. اعرف عمك مختار التتش ده عمل ايه. اعرف عمك الفريق مرتجي ده عمل ايه. اعرف عمك كمال حافظ ده عمل ايه. اعرف عمك نور الدالي عمل ايه. اعرف ده. والناس اللي موجودين دلوقتي سواء السيد مرتضى منصور او السيد محمود طاهر او غيرهم في الانديه ده دوركو. ده دورك انك كل شهر تكرم لي رمز وتجيب لي اعضاء النادي وننسى الخلافات دي كلها واحط يافطه زموره جنب يافطه ابو رجيله. وجميل ان احنا نحتفل عبد اللطيف ابو رجيله. ما ايه اللي يمنع يافطه زموره جنب ابو رجيله جنب حسن عامر جنب حسن ابو الفتوح جنب كل واحد ادى للنادي جنب نور الدالي جنب حسن حلمي جنب الناس دي كلها. ابراهيم الجويني مولود في 18 يناير 1927 مولود في مدينة ابو حمص في محافظة البحيرة الاولمبي. لعب لفريق الاولمبي في الاربعينات والخمسينات. راجل نشأته عسكرية كان اداري محترم. فاز مع الاولمبي ببطولة الدوري العام 65-66. رئيس النادي الاولمبي. رئيس اتحاد الكرة المصري. رئاسة لجنة التحكيم. من اهم المعلقين. معلق على مصر في كاس العالم 90. لكنه اهم حاجة الحقيقة ودي اللي هجيبها لكم بعد الفاصل تاريخه مع الاولمبياد. معظم الميداليات الاولمبية اللي اتحققت كان ابراهيم الجوني رئيسا او سكرتيرا للبعثة اللي موجودة هناك. انا بتكلم على احترام. بتكلم على كبار. بتكلم على رموز. بتكلم على فكرة ياريت يلتقطها كل زملائي ويطوروها في برامج التوك شو برامج الفنية البرامج الرياضية. احنا بدأناها صدفة بصراحة هنا. واحنا يعني كمان من حسن الحظ ان الجمعة او السبت او الحد على اكتر تقدير بامر الله يكون عندنا فيلم الكابتن حلمي محمد حسن حلمي زمورة. الموضوع ده يعني مش هسكت هكمله. هروح لفاصل وهرجع عن تقرير عن الكابتن الجويني وارجع اكمل مع حضراتكم. هفتح التلفونات بسرعة النهاردة.